السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا مرحبا. هاي سلسلة طلبتوها مني، وما أعرف شو سالفة اللعبة، ما أعرف شو سالفة اللعبة أبدا. ودخلت التوتوريال مالها الصراحة، دخلت التوتوريال حاولت أفهم الموضوع أسوي، لكن شكلها لعبة طويلة وتستهلك وقت ووايد أمور. لكن هي المبدأ من اللعبة اللي أنا فهمت إن نحن نسوي سفينة فضاء، ومن السفينة هاي نحن نستكشف المحيط، النيب ساينس، النيب علم، والعلم هذا نبني فيه شغلات جديدة. فحاولت اني افهم اللعبة شوي، لكن اللعبة ترى موضوعها طويل شوي. يقول لي كان لك اراوند اوكي قتت ارو اند ارو شي قال لي ارو. زين، هو المبدأ منها نسوي سفينة. حن بس انا ما ابغاها بالطريقة هاي مسويها، صح؟ مفروض اني انا ما ابغاها بالطريقة هاي، صح؟ بحتاج الكوماند سنتر، وبحتاج الماكينة بشكل اساسي، يعني مع مع اللي انا بسويه. يعني نسوي سفينة فضاء صغيرة، نصير ناخذ فيها ساينس، نصير ناخذ فيها فلوس زيادة. عندنا 25,000 اظني هاي الكرنسي مالها. ونبدا نركب سفينه ونسوي من السفينه هاي شيء للاستكشاف. لكن انا مش وايد مع السيميليشن، هاي يعتبر سبيس شيب سيميليشن على فكره. بس ها شو مدل قردر سيجمنت ما ادري منو، ما ادري. بحاول على طول اني ما اطول. بيسك فن اوكي، ذس از بولتون الومنيوم فيلمنت cutting edge of aerospace engineering was there cheap to make your rocket slightly less unstable. اوكي، ابا يخلي اثبت، خلي اثبت. كم واحد انا محطي واحد ولا كم؟ بس واحد، ها بس واحد في برشوت احيد كان. هذه الشغلات اللي عندنا موجوده الحين، بس لازم اني بشو باراشوت. الباراشوت اكيد بيركب وين؟ يعني ما في غير الراس. لا 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 يا صديقي، لا لا، بنركب الشامبر. اوكي اركب الباراشوت ويركب فوق، صح؟ انا مزود لنا الحين هذا بالنسبه لي، هاك اللي عندي، ما عندي، عندي 1200 مش 25، عندي 1200. ما يبالي شيء ثاني، ما اعرف ليش، بس احس اللعبه يبالها شيء ثاني. كرو اوكي، عندي طيار، عندي انجينير، عندي عالم، عندي طيار ثاني. مكي 1 كوماند بوت افاليبل كرو. ما انا في الكرو الحين، ولا ما اعرف اذا محتاج اطور في الكرو اي شيء. انا ما اعرف هل انا محتاج اطور في الكرو مالي شيء. انزين اشوف المنيو، نيو اوبن سيف لانش ليف انتر شيب ديسكريبشن فيرست تست بنسميها، نستكشف التولز اللي موجودة عندنا. ميشن فلاج، اوه عجيب، اقدر احط علم على الميشن مالي. خلنا نشوف شو نقدر نحط. ستيم سي شون، ها شونز ما ادري منو. زين ما في خليل جيمنجز فلاج، زين عيب. زين يعني مشهور انا مفروض، مش مشهور؟ اوكي مش مشهور. اوب ريترو اكسبت، نبر ريترو. زين وين صار العلم؟ وين صار العلم؟ زين هذا الشيء يسوي لنا بليس اوكي، روتيت اوكي، ريبوت، ريروت هذا. زين و جالس استكشف وياكم، هي اعرف قاعد استكشف وياكم. اوه ادفانس مود، خربيته، في بلاوي هني ترى.
اللعبة ضخمة شكلها، اللعبة شكلها لعبة جميلة الصراحة، يبغى لها وقت الاستكشاف، يبغى لها وقت الأمور هاي، وأنا ما أعطيت وقت الاستكشاف. لحظة، أنا أذكر أن هذا كان يسوي لي شيء، بس أوكي كفاية، ما يحتاج أكثر صح؟ شو عندي؟ لا محتاج، لحظة انا متأكد انه كان ما عندي فيول تانك. هك هاي ما يحتاج بترول، هاي سفينة الفضاء دايما يكون فيها قطعة زيادة، هني يكون في قطعة طويلة لان فيها بترول، بعدين يطيرون فيها، ما يطيرون دايركت بالطريقة هاي، هذا اللي انا اذكره يعني، هذا اللي انا اذكره. هذا ايش نسوي؟ سنتر اوف ماس، اوكي سنتر اوف ثرست اوفرلاي لاي والله لاي ديناميك، يعني هذا الموازن تاعه في الوسط وكيف واقف وهاي الامور هاي كلها. زين الحين هي كل شوي بقعد ابطلها انا صح؟ اوكي اروم اتحرك، اروم اتحرك، حطينا مشين فلاك خلاص ريترو، بس خلاص اكسبت. هذا اللي حصلته، كي اس بي ريترو، في شي جميل، خلاه نطلقه خلاص. يا جماعة يا جماعة حطيتها نق. لحظة، زين بس تبند. لحظة كيف المفروض اني اطير الحين؟ لحظة ريفيرت لانش، اوكي لحظة خلينا نشوف روبرتو ناش. زين كيف المفروض؟ اوكي لحظة، بالعكس اظن يابا نقعد. حاط القطع كلها غلط انا اظني. سبيس انتر ارجع. لا خليني احطيه بالعكس، خليني احطيه بشكل طولي. زين ونشوف. زين كيف اقدر اجلبه؟ شو الروتيت ماله؟ هو شو الكمان حق الروتيت يا جماعة الخير؟ لحظة وين حق السامان الحين؟ افرض شيء ما ابغى، دليت دليت. زين ايش الفرق عندي؟ زين خلنا نشوف. ترى ما عندي فلوس على فكرة، بس كيف هو؟ ايوه حصلته، هي بس ما اظن عندي فلوس الحين صح؟ ولا بس تكون طيبين معي بيعطوني فلوس؟ نبغى باراشوت،
باراشوت هذا الفن ميستري جو يونت this unit was something foreigners اوكي خلينا نطير وحده خلينا نطير وحده يوتيليتيز باراشوت نبا زين خلينا نقترب من السفينه يا سخب الصنافل لن يضبط معي اوكي الحين انا بعتبر ان الشبه جاهز على الاقل بطير لفوق اوكي على الاقل الحين بنصير ناقصني شيء على اللونش انا شو ناقصني المفروض مش ناقصني شيء خلاص خلنا نروح لونش الحين بسوي لونش للسماء على الاقل اوكي انا ما اعرف متى بيفتح البرشوت مالي ما اعرف اي شيء بس يلا بسم الله اوكي افتر 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 تم يفتر علي لحظة 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 ادق هاي ادق هاي اوكي ايوه الاي قاعد تشتغل اوكي ممتاز انا ما اعرف الحين كيف لكن انا عند ريسيرش سنتر ما سويت شيء حاول انزل اسرع الباراشوت ما احتاج تنكي ابى اطير في البحر طير في البحر بس خلنا نشوف شو مبدا اللعبه الحين وشو عندنا شو الطيران الاول ترى هو اسوء طيران دائما وما بغيت اسوي الطيران الا وياكم الحلقه الاولى قلت لي خاربه خلاص بنطير بنسوي شيء بس برشوت ماله وايد بدري يفتح ابغى افتك مسافه البرشوت يفتح من اخر الدنيا ابغى يفتح هني اوكي لو يفتح اظني اذا نزل صح هذا كيف اسوي الديتاتش الحين اوكي ويل اثوريتي رياكشن ويل ترانسفير كرو كنترول فروم هير رينيم لايتس اون الكتريك تشارج لسين نستكشف اللعبة فعادي سوليد فيول باراشوت عندنا دايركت كونكشن ار تي اكس سيجنال فول كرو لو ادق عليه شو يسوي بايلوت اونلي بيل اوثوريتي 100% ترانسفير كرو كنترول فروم هير زين شو هذا اي بي اي طلعنا اوكي طحت الحين شو المفروض ان نسوي في هاي اللعبة هاي امبتي موديل كرو زين اي في اي ريبورت اوكي نحن يمكن نبى الاي في اي ريبورت نبى زين نبى الاي في اي ريبورت ترانسميت داتا كرو هاتش زين هذا يصير فوق مرة بصير فوق صبر ريسورسز هاي الامور كيف نرجع الريال الحين اوكي كل شيء على البايلوت اظني عندي بايلوت ومت اتوقع لازم ارجع فوق اتوقع هي
توجل لايت، توجل اكشن جير جروب، توجل بريكس اكشن جروب، ريكفر فيسل. ايوه حصلت الاوبشن، ابى ارجع الحين. لحظة شوي، ليش الشاشة مش صح 100%؟ انا اسف، انا اسف، هذي لكم، ابى تسامحوني عليها هالحركة هاي. اوكي في اي ريبورت، داتا قذرت، كل شيء قذرت، بارتس ساينس نكست ريدي فور نكست اسايمنت موجود. نحن نجحنا في اول واحدة. اوكي I've got it. Thanks الى اخره. رايت كليك اند سبيس، شو هالفيهيكل هذي؟ ها مكان ثاني ولا نفسه؟ لانه يعني يوديني نفس المكان في كل الاحوال. فيول تانك زين. انا شو كسبت من الاكسبيرمنت الماضي؟ هل لازم احاول استكشفه في اللعبه؟ الحين شو عندي؟ ميستري جو، ولا عندي لا فلوس ولا شيء. انسى زمانكم هاي كنت. لحظه انا حطيت الحلقه هاي، شوفوا انتم تبون نكملها السلسله هاي، قولوا لي بحاول اني اكملها. لكن الحين يبالي شوي، يبالي شوي تكتكة، ومش مش ولا استكشف اللعبة اكثر شوية، بما ان طلبتوا مني انتو اللعبة سويت منها حلقة. نبى اشوف حلقة تخبيص طيران الاول العيد. فنشوفكم ان شاء الله في مرة جاية، شو ما تكون السلسلة، تشوفوا اذا تبون السلسلة هاي، لان شوي دوخ بالراس، لكن مو مشكلة عادي. تبون بنتعلمها وبنسويها وبنتكتكلها نحن السلسلة هاي، مو في اي مشاكل. فإذا تبون ما عندي أي مشاكل بنسويها بإذن الله. نشوفكم على خير في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله.